وما رأي الدين في الخاطبة التي تقوم بمهمة تعريف كل من الطرفين بأحوال الآخر؟ لا بأس بقيام أي وسيط بهذه المهمة سواء من الرجال أو النساء، والنساء أحرى بالقيام بها وبخاصة في تعرف أحوال الفتاة، وجاءت مرويات في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من سودة أو غيرها. والحذر كل الحذر من إسناد مهمة الوساطة إلى امرأة محترفة أو مغرضة، قد تشوه الحقائق وتخدع الطرفين. ونوصي في الخطبة أن تتوخى الحقيقة فيما ينقل عن الفتى والفتاة أو فيما يقوله كل منهما عن نفسه. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن في خلالا ثلاثا أخافهن على الرسول، أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية يعني عندي صبيان، وأنا امرأة ليس لي هنا أحد من أوليائي حتى يزوجني. وقد اشتم عمر رضي الله عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أيضا ليخطبها له، اشتم أنها ترد رسول الله بكلامها هذا، فغضب عمر، ولكنها أرادت أن تعرفه حقيقة أمرها ليكون على بينة منها. وحدث مثل ذلك عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمه أبي طالب وهي أم هانئ، فبينت له أن حقه عليها عظيم، ولكن عندها أيتام لهم حق وتخشى أن تقصر في حقهم للوفاء بحق الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد وأرعاه على بعل في ذات يده. والله أعلم.